في الصحه مثلا هو سوء الاداره. يعني ما اللي قاعد تسويه الكويت فيما يخص الصحه تقديم الرعايه الصحيه ما في دوله في العالم سوتها. انت تمدح الجانب هذا. اي امدح 100%، لكن انت مشكلتك انك الحين هل الستيك الحلوه هذه حطيها بطبق وسخ. ليش؟ لان المستشفى لما ادش في فوضى، لما انام في المستشفى ازعاج النيرسات وازعاج الفراشين وفراشات، ماكو احترام حق خصوصيه المريض، تخربط الاشياء. الافتر كير يجيك دكتور مثل فوزي ابو اللي يسوي لك عمليه معقده وتنجح، ولا ابراهيم الرشدان يسوي لك عمليه العالم كله قاعد يتابعها بالساتلايت، وبعدين يجيك واحد بنغالي يزعجك وانت نايم بسريرك، تخربطت السالفه كلها. الافتر كير هذا اللي من عدم الخدمات. فقلت لهم الاساس حطوا لنا واحد مثل فهد بوشعر مدير شيراتون، مدير على مستشفيات الكويت، انتهي المشكله، لان ما عندنا اداره. عندنا سوء اداره؟ مخيف. الصرف الحكومي على التعليم مخيف كذلك، قاعدين ندفع الهبل. وين اكو بلد تتكفل في دراسه العالم الى نهايه الجامعه؟ هي اللي قاعد تدفع لك، واذا ما لقوا لك محل طلعوك برا، ودفعات خارجيه ودفعات داخليه والخبصه هذه كلها. ماكو بلد في العالم مسوي كذي. لكن مستوى التعليم اخرطي، لان احنا ما حطينا معايير صح حق مدرسينا اللي هم عيالنا، يعني مشكله علتنا منه وفينا. نعم زين، هنا كوتنا التعليم شباب من يعني هذا الصرف الكبير والامور هذه قاعد يهدر بطريقه غلط. مخرجاتهم مو على مستوى الطموح. لا 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 لا، لا مخرجات وايد تعيسه.